الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، ضمن دروس الفقه وشرح كتاب منهج السالكين، فهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الزكاة. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. الزكاة أيها الأخوة لغة النماء والزيادة، وشرعا نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. سيأتينا في مال معين الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وفي قوله لطائفة مخصوصة سيأتي من هم أهل الزكاة الذين يصدقون الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. نعم، وسميت الزكاة لأنها تزكي المال وتزكي صاحب المال، وفوائدها عظيمة أيها الأخوة. فهي تزكية للنفس من ماذا؟ من الشح، من البخل، فإن الشح والبخل أمراض في النفس. نعم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحضرت الأنفس الشح. فالزكاة من حكمة مشروعيتها أنها علاج شافي لأمراض البخل والشح والطمع والأنانية والحقد. نعم، فالمال محبوب للنفوس وإنه لحب الخير لشديد. فكيف يعالج هذا؟ يعالجه بالترغيب والتحذير والحظ. نعم، فشرعت الزكاة تطهيرا للنفس من البخل والشح التي هي أمراض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من المرض، يعني أي مرض أمرض أفضل، وأي داء أدوى من البخل، يعني أي مرض أمرض من البخل. أيضا تزكي صاحب المال، تربيه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أيضا تطهر نفس الفقير من الحسد والضغينة. أيضا تسد حاجة الإسلام والمسلمين، تزكي المال تنميه، قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. أيضا تزكي الروح الاجتماعية بين الأفراد. أيضا تكفر الخطايا وتدفع البلاء، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. أيضا مجلبا للمحبة، وأيضا هي امتحان من الله لعباده. فإن النفس محبوبة، فإن المال محبوب للنفس، فحينما يخرجها فإن هذا دين على قوة إيمانه، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والأدلة على ذلك كثيرة. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقال تعالى: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. وقال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولحديث ابن عمر قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ذكر منها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، متفق عليه. وفي حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وأجمع المسلمون على وجوبها. فمن جحد هذا الوجوب وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب لله كما في القرآن، ومكذب للرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا تركها تهاونا وكسلا فالجمهور على أنه لا يكفر، إذا تركها تهاونا وكسلا. لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة من لم يؤدي الزكاة قال: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. وهذا يدل على أنه لا يكفر، إذ لو كان كافرا ما كان له سبيل إلى الجنة، لكنه على خطر عظيم. والذين يبخلون بالمال الزكاة سيكون عليهم المال يوم القيامة، نعوذ بالله. والزكاة قرينة الصلاة أيها الأخوة، دائما يقرن الله عز وجل بين الصلاة وبين الزكاة. والحكمة في ذلك أن الصلاة صلة بين العبد وربه، والزكاة نفع للخلق. وأكمل الناس من أدى حق الله وأدى حق العبيد، كما قال الشيخ السعدي في بداية تفسيره. نعم، فالزكاة والصدقة نفع للمخلوق، والصلاة عبادة وصلة بالله تبارك وتعالى، فمن جمعهما فقد جمع الإخلاص، وهذا أكمل الناس. ومناسبة كتاب الزكاة بعد الصلاة لأربعة أسباب. أولا أن الزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع،
ثانيا لأنها تأتي بعد الصلاة الأهمية، ثالثا لشدة الحاجة إليها، رابعا اقتداء بحديث ابن عمر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عقوبتها أما الأخروية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلحزمتيه أي بشدقيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك. الشجاع الحية الذكر، الأقرع الذي لا شعر له لكثرة سمه وطول عمره، الزبيبتان نقطتان سوداوان فوق العينين وهما أخبث الحيات. وهنا نعم من أعطاه الله مالا فلم يؤدي الزكاة هذا عقابه. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الفتاوى كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبة ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرأ يأخذ بلحزمتيه يقول أنا كنزك على مالك. انتهى من الفتاوى. نعم كل من أحب شخصا لغير الله إلا ويتضرر بذلك، وهذا أمر معلوم معروف. أما العقوبة الدنيوية فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منح القطرة من السماء. وفرضية الزكاة أيها الأخوة أصل فرضها في مكة كما قاله ابن كثير لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهذه آيات مكية. أما فرض أنصبتها وتقدير الأنصبة فهذا في المدينة في السنة الثانية. قال رحمه الله وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. نعم بدأ المؤلف رحمه الله بذكر شروط الزكاة العامة. الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا تجب عليه ولا تصح منه لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وفي حديث بعد معاذ إلى اليمن قال عليه الصلاة والسلام فادعهم إلى التوحيد فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. رتب الزكاة على ماذا؟ على الإسلام، ولا يطالب بها إذا أسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال حر، هذا الشرط الثاني أن يكون حرا فلا تجب على العبد. لماذا؟ لأنه لا يملك، لأن المال الذي بيده لمن؟ لسيده. العبد والذي يباع ويشترى كالموجود قديما يباع ويشترى، فالعبد هو مال، هو نفسه مال لا يملك. ملك نصابا هذا الشرط الثالث أن يملك نصابا، فلا بد أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال. مثلا الغنم 40 والإبل 5 والبقر 30 كما سيأتينا إن شاء الله. فإن لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه. إذا النصاب ما هو؟ هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 ذود صدقة. الذود ما هي؟ الإبل. فليس دون 5 من الإبل صدقة زكاة. وسيأتي إن شاء الله المؤلف زكاة العروض زكاة الإبل زكاة الغنم وسيذكر أنصبتها. طيب قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا الشرط الرابع، أن يمر على هذا المال سنة كاملة. أن يمر سنة كاملة يعني أن يكون هذا المال، أن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة. في حديث علي قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود. وهذا الشرط أيها الإخوة هذا الشرط خاص بالأنعام والسلع التجارية والنقود، مرور عام كامل في الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم والسلع التجارية والنقود. ماذا يستثنى؟ سيذكر المؤلف الآن ماذا يستثنى الذي لا يشترط له عام كامل. لكن هنا السؤال أيها الإخوة، لم يذكر المؤلف التكليف، لم يقل مكلفا يعني بالغا عاقلا. نقول لأنه القول الراجح هو مذهب جمهور العلماء أن الزكاة تجب في مال الصبي، تجب في مال الصبي وفي مال المجنون. نعم وهو مذهب جمهور العلماء، لأن الزكاة في المال ليست في التكليف. فمن الأدلة على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون أولا عموم الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ولم تستثني، فما دام الصبي أو المجنون عنده مال وهو غني فتجب عليه الزكاة لعموم الأدلة. أيضا قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذه الآية وغيرها من آيات وجوب الزكاة تدل بعمومها على وجوب الزكاة في مال الأغنياء، لا فرق بين عاقل ومجنون ولا بين صغير وكبير، وكل أولئك محتاج إلى طهارة الله و
تزكيته. ثالثا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي. وأيضا المعنى الذي فرضت من أجله الزكاة هو شكر الله عز وجل وطهارة المال يسري على مال الصبي والمجهول، إذ هما بحاجة إلى شكر الله وطهارة أموالهم أسوة في غيرهم من الأغنياء. نعم، إذن الراجح أنها تجب الزكاة في مال الصبي. فلو عندنا صبي عنده مال، مات أبوه وترك له مال ألاف، 10,000، 20,000، 30,000، فتجب فيه الزكاة، يجب على وليه أن يخرج زكاتها في عموم الأدلة. وذهب الحنفية إلى أنه لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، استدلوا بحديث رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل، والحديث نص صريح برفع التكليف عن هؤلاء الثلاثة. أصحاب هذا القول نظروا إلى اعتبار أن الزكاة عبادة كالصلاة، والعبادة تحتاج إلى نية، وهي لا تتحقق من الصبي والمجنون فلا تجب عليهما العبادة، وإذا كانت الصلاة سقطت عنهما لفقدان النية فوجب أن تسقط الزكاة بالعلة نفسها. فالراجح طبعا القول الأول، ونقول أن الزكاة مع أنها عبادة فهي في نفس الوقت حق للفقير لا تسقط بحال، وهي تتعلق بالمال نفسه، والنية في إخراجه عن الصبي والمجنون تتوجه للولي. نعم، فالراجح مذهب الجمهور وأن الصبي والمجنون تجب عليهما الزكاة. إذن لا زكاة في مال حتى يعول أي الحول، وقلنا أن هذا الشرط خاص بماذا؟ بالإبل والبقر والغنم والسلع التجارية والنقود. واعتبر الحول في النعم لأنها مرصدة للدر والنسل، والحول مظنة النماء، فيكون إخراج الزكاة من الضيع فيكون أسهل وأيسر. يستثنى ما لا يشترط له الحول. أولا قال المصنف الخارج من الأرض، الحبوب والثمار، وسيأتي باب خاص اسمه باب الحبوب والثمار، هذه لا يشترط لها مضي عام كامل، بل يجب إخراج زكاتها عند حصادها واستخراجها من الأرض، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. إذن الأول الذي لا يشترط مضي حول ما هو الخارج من الأرض، بعضهم يعبر يقول الحبوب والثمار. ثانيا ما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. نعم، هذا الشيء الثاني الذي لا يشترط له مضيعا. أولا نماء النصاب، يعني إنسان عنده نصاب كامل، نماؤه لا يشترط له مضي حول. اسمعوا لهذا المثال، لو أن إنسان عنده 40 شاة، هذه 40 في واحد رمضان زكاتها كم؟ شاة واحدة في رمضان القادم، إذا بقيت 40 شاة واحدة، هذه 40 أنتجت أثناء الحول فأصبحت 120 شاة، يعني بعد 6 شهور أنتجت، فهنا يجب إخراج زكاتها وهي شاتان، مع أن النماء لم يحل عليه الحول، وذلك لأن النماء يتبع الأصل. ففي واحد رمضان كان عنده 40 شاة، 40 شاة، بعد 6 شهور هذه أنتجت 40، فصار عدد الغنم كم؟ 121. سيأتينا 121 كم فيها شاتان. واحد رمضان السنة القادمة كم يزكي؟ يزكي شاتين، مع أن 40 هي اللي حال عليه الحول، فما زاد على 40 حال عليه الحول، لها 6 شهور، لها 6 أشهر، فإنما يتبع الأصل. الثاني قال ربح التجارة، ربح التجارة تبع للأصل، اشترى إنسان أرض ب60,000 واحد رمضان، واحد رمضان ب60,000، بشهر مثلا شعبان صارت قيمتها 100,000، يزكي زكاة 60 أو 100، يزكي زكاة 100، يخرج 2,500. مثال آخر، مثلا فتح محلا في شهر محرم ورأس المحل 5,000 ريال، واحد محرم، حينما جاء واحد محرم السنة القادمة فإذا المحل في أغراض 50,000، يزكي زكاة كم؟ زكاة 50,000، مع أن أكثر الأغراض ما حل عليها الحول، لكن هذه الأغراض تبع لماذا؟ تبع للأصل. لذلك الآن أهل الأراضي وما الأراضي، لو سألك سائل كم زكاة أرضي؟ تسأله عن سعرها الآن، ليس لك علاقة بكم اشتراها، لو اشتراها بريال، واحد محرم الآن اشتراها بريال مثلا، العبرة بزكاتها الآن، واحد محرم الآن قال سعرها الآن 40,000، إذن تزكي 1,000 ريال، قال سعرها 20,000 تزكي 500 ريال. نعم، قال رحمه الله
ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام إلى آخره. أي أن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي أربع أنواع فقط. أولها قال المصنف السائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. دليل وجوب الزكاة فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونها. وقوله السائمة نستفيد أنه يشترط في الإبل أو في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، غير السائمة لا زكاة فيها. السائمة هي الراعية ترعى أكثر الحول، فهي الراعية المكتفية بالرعي أكثر العام. الدليل على اشتراط السوم حديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات، وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شات شات. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. رواه أحمد. فذكر السوم في الحديث يدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن ذكر السوم لابد له من فائدة يعتد بها صيانة لكلام الشارع عن اللغو. فلا تجب الزكاة فيما هي بهيمة العام إلا إذا كانت سائمة أكثر الحول ترعى الكلاء المباح، بأن ترعى 7 أشهر مثلا ويعلفها 5 أشهر، واعتبر الأكثر لأن له حكم الكل. وهذا بخلاف المعلوفة فلا زكاة فيها لأنها تكثر مؤنتها فيشق على النفوس إخراج الزكاة منها بخلاف السائمة. مثال: شخص عنده أغنام 8 أشهر لا يعلفها في البر، و4 أشهر يعلفها، فهذه زكاتها زكاة بهيمة الأنعام. الحكمة من اشتراط السوم الرفق بالمالك، الرفق بالمالك، لأن لو كانت معلوفة طول العام في تعب عليه، يصرف عليها ويتعب ويعلفها ويشتري لها علف، ففي مشقة عليه، وهذا من رحمة الإسلام. إذن أحوال السائمة: أن تصوم طول العام هذه فيها زكاة لا أشكال فيها، أن ترعى أكثر العام فهذه فيها زكاة أيضا، الثالثة أن ترعى أقل من النصف فهذه لا زكاة فيها. الثاني الخارج من الأرض، هذا النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وسيأتي تفصيله في باب خاص. قال: والأثمان، هذا النوع الثالث من الأنواع التي تجب فيها الزكاة وهي الأثمان، وتشمل الذهب والفضة والأوراق النقدية التي تنوب عليها وتشمل الأسهم والمستندات. تجب الزكاة بشرطين: مضي حول كامل وبلوغ نصاب كما سيأتي إن شاء الله تفصيلها. قال: وعروض التجارة، هذا النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة. وقولنا والأثمان، قولنا الأثمان يشمل الذهب والفضة، الذهب بكل أنواعه تجب فيها الزكاة إلا نوع واحد وقع فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، وهو الذهب المباح المستعمل للمرأة. وهذه مسألة خلافية كما تعلمون، حينما المرأة تستعمل الذهب وتستعمله وتلبسه هل فيه زكاة أم لا؟ القول الأول أن فيه الزكاة، وهذا روي عن عمر بن عمر الطحا ورجحه بعض العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، واستدلوا بعموم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح، والحديث عام. واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت: أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا. قال: يسرك أن يسولك الله بهما سورين من ذهب؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي وقالت: هما لله ولرسول. رواه أبو داود. قال ابن حجر: إسناده قوي. وقال النووي: إسناده جيد. وأيضا جاء في حديث سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاة فزكي فليس بكنز. رواه أبو داود. فهذا الحديث يدل على أن كل مال وجبت فيه الزكاة ولم يزكى فهو من الكنز المتوعد عليه بالعذاب. وذهب أكثر العلماء إلى عدم الوجوب، إلى عدم الوجوب. لماذا؟ قالوا: لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فهذا الحديث يدل على أن أموال القنية لا زكاة فيها، وهذا أمر مجمع عليه. قالوا: والذهب المستعمل من ضمن أموال القنية. نعم، فمذهب جمهور العلماء يعني استدلوا بهذا الدليل. واستدلوا أيضا
في حديث ليس في الحلي زكاة، رواه البيهقي وحديث ضعيف. والله أعلم، الراجح والأحوط أن فيه الزكاة. وفي طيب قال المصنف: وعروض التجارة، هذا النوع الرابع من الأموال التي فيها الزكاة، وهي عروض التجارة، وهي ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح من الحيوانات والأقمشة والسيارات والمواد الغذائية ومواد البناء ونحو ذلك. والدليل على وجوب الزكاة فيه عموم قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم. ومال التجارة أعم الأموال، فكانت أولى بالدخول. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. فقوله في أموالهم وعروض التجارة مال. طبعا جاء في حديث ضعيف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. هذا الحديث فيه ضعف، إلا لو صح كان نص. ولأن غالب أموال الناس عروض تجارة، فلو قيل بعدم الوجوب بعدم وجوب الزكاة فيها لسقطت الزكاة في جزء كبير من أموال المسلمين، وهذا يخالف مقصد الشريعة من شرعية الزكاة. عروض التجارة سميت بذلك لماذا؟ لأنها تعرض للبيع والشراء، أو العروض تعرض ثم تزول وتفنى، وتجب الزكاة فيها بشرطين: مضي عام وبلوغ النصاب. نعم، هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة. طيب، وهي أربعة. نستفيد أن أموال القنية التي يستخدمها الإنسان لا زكاة فيها. نعم، لحديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فالحديث يدل على أنه ليس على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل زكاة، فالأموال المعدة للقنية أو الاستعمال لا زكاة فيها. قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة بالخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف. وقال الصنعاني: الحديث نص على أنه لا زكاة في العبيد ولا الخيل، وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب. وعليه فليس على المسلم زكاة في فراش بيته أو المنزل، سيارة الركوب وما أشبه ذلك. كل ما اقتناه الإنسان لنفسه من أي شيء كان فليس فيه زكاة. باب زكاة السائمة. أي في هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بزكاة السائمة، وهي التي ترعى العشب ونحوه مما لم يزرعه الآدمي حولا كاملا أو أكثر الحول. وقد سبق أن السوم شرط في وجوب الزكاة، وهذا مذهب جماهير العلماء. فالسائمة هي التي تجب فيها الزكاة، وهي الإبل والبقر والغنم، وما عداها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة. قال المصنف: قد ذكر حديث أنس عن أنس أن أبا بكر الصديق كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. الحديث دليل على وجوب الزكاة في الإبل، وسبق ذلك. الحديث أيضا هذا دليل على أن الزكاة في الإبل يجب إذا بلغت 5، ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. فمن عنده أقل من 5 لا زكاة فيها وإن كانت سائمة إلا إذا شاء ربها. الحديث ذكر نصاب الإبل، فيبدأ من 5 كما في الحديث: من 5 إلى 9 شاة واحدة، ومن 10 إلى 14 شاتين، ومن 15 إلى 19 3، ومن 20 إلى 24 4 شياه. ومن ثم يبدأ يكون الزكاة ماذا؟ من الإبل. فمن 25 إلى 35 بنت مخاض، ومن 36 إلى 45 إلى 45 بنت لبون، ومن 46 إلى 60 حقة، ومن 61 إلى 75
جذعة، ومن 76 إلى 90 بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 حقتان. وعلى هذه التقادير انعقد الإجماع. ثم بعد 120 في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. فمثلا 130 فيها حقة واحدة وبنتا لبون، 150 ثلاث حقاق. بنت اللبون هي أنثى الإبل تمت لها سنتان، سميت لذلك لأن أمها قد ولدت وأصبحت ذات لبن غالبا. بنت مخاض أنثى الإبل ولها سنة واحدة، سميت بذلك لأن الغالب أن أمها حامل. حقة هي الأنثى التي لها ثلاث سنوات، سميت بذلك لأن استحقت أن يطرقها الفحل. والجذعة أنثى الإبل التي تم لها أربع سنوات. هذا نصاب الإبل يبدأ من خمس. قال نصاب الغنم، قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شات شات، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات. فإن كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شات شاتا واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. الحديث دليل على وجوب الزكاة في الغنم. الحديث دليل على أن أول نصاب الغنم 40، فيكون كالتالي: من 40 إلى 120 شات واحدة، من 121 إلى 200 شاتان، من 201 إلى 399 ثلاث شياه، ثم في كل 100 ثلاث شياه. فمثلا 400 أربع شياه، 420 أربع شياه، 490 أربع شياه. طيب من 500 فما فوق خمس شياه، 500 خمس شياه، 540 خمس شياه، 570 خمس شياه، 592 خمس شياه، وهكذا. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم، يحرم أن يجمع بين متفرق أو يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. التحايل في الشريعة الإسلامية حرام ولا يجوز. مثال أن يفرق بين مجتمع: شخص عنده 40 شاة، فلما علم بقدوم المصدق فرقها، جعل 20 في جهة و20 في جهة. هذا أمر محرم لأنه فرقها من أجل الهروب من الزكاة. مثال آخر وهو أن يجمع بين متفرق: ثلاث أشخاص كل واحد عنده 40 شاة، طبعا تجب على كل واحد شاة، فلما علموا بقدوم المصدق الذي يجمع الزكاة جمعوها في مكان واحد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون فيها شاة واحدة، لأنه يصير مجموعها كم؟ 120، وال 120 كم فيها؟ شاة واحدة. فعلوا ذلك حيلة للتخلص من الزكاة، فهذا أمر محرم. الحيل التي تؤدي إلى إبطال الحقوق أو تخفيفها محرمة في الشريعة. نعم، لكن لو كان مال الرجل نفسه مفرق، عندي 20 راس في رفعة و20 في عراض، عليها الزكاة أو لا؟ نعم عليها الزكاة، لأن المالك واحد. وسأذكر لكم أيها الأخوة على أن التحيل على المحرم لإسقاط واجب أو فعل محرم، سأذكر لكم يعني بعض الأدلة على تحريم هذا الأمر، وللأسف انتشر في هذا الزمان سواء عن طريق البنوك أو عن طريق معارض السيارات أو غيرها، مما من في عقل قليل يعلم أن هذه حيلة. الله أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما احتالوا على إباحة ما حرمه الله تعالى عليهم من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة، فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد. ماذا كانت النتيجة؟ مسخوا قردة، وجعلناهم عبرة لغيرهم، كما قال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أيضا مما يدل على تحريم الحيل أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به في سورة القلم، وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم طائفا وهم نائمون فأصبحت كالصريم، وذلك لما تحيلوا على إسقاط نصيب المساكين بأن يصرموها مصبحين قبل مجيء المساكين، فكان في ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله أو حقوق عبادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم، فالأدلة على ذلك كثيرة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، أي أن الخلطة مؤثرة وتجعل المالين واحدة. مثال: عندي غنم وأنت عندك غنم والثالث عنده غنم والرابع عنده غنم وخلطناها جميعا، فنجعل المالين كالمال الواحد، ففي هذه الخلطة يتميز مال كل واحد عن الآخر، فتصبح مالا واحدا إذا اشتركت بأمور. الاشتراك في الفحل، أي فحل المالين واحد، فلو كان مال زيد له فحل ومال عمر له فحل فالخلطة غير مؤثرة. الاتفاق في المسرح، أن يسرحنا جميعا ويرجعنا جميعا. المحلب، أي المكان الذي تحلب فيه يكون واحدا. المرعى، أن يكون المرعى لهما جميعا، فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية والثاني في الشعبة الغربية. المراح، أن يكون المراح جميعا، فلا يكون غنم لها مراح وحدها وغنمك لها مراح وحدها. فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فإن الخلطة هنا تصير المالين كالمال الواحد. فلو أنا عندي 40 وهذا عنده 40 وهذا عنده 40 وجاء من يأخذ الصدقة الساعي فإنه يأخذ شات واحدة، يأخذ فقط شات واحدة، لأن المالين صار ماذا، أو هذه الأموال صارت كالمال الواحد إذا اتفقت في هذه الأمور. أما لو أنا عندي 40 وهذا عنده 40 وهذا عنده 40 ونرعى جميعا، لكن أنا أرعى مثلا في الشعبة الجنوبية وهذا في الشعبة الغربية وهذا في الشعبة الشمالية، لا تجعل المالين واحدة. ثم قال المصنف: وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين به نصاب البقر، فالحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر، وهذا سبق في حديث ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن وتنطحه بقرونها، وفي حديث الباب. والحديث دليل على أن نصاب البقر يبدأ من 30، فلا زكاة فيما أقل من ذلك، في كل 30 بقرة تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. فمثلا 40 بقرة فيها تبيعة، 40 بقرة فيها مسنة، 60 بقرة تبيعتان، 70 بقرة، 30 و40 مسنة وتبيعة، وهكذا. ثم ذكر المؤلف صدقة الأثمان، قال: وأما صدقة الأثمان فليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. نصاب الذهب الفضة، نصاب الفضة 200 درهم يعني 5 أواق. فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، الأواق جمع أوقية، قال في الفتح: ومقدار الأوقية في هذا الحديث 40 درهما بالاتفاق. ونصاب الذهب 20 مثقال. قال النووي: فنصاب الفضة 5 أواق وهي 200 درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالا والمعول عليه الإجماع. وعشرين مثقال كم؟ الشيخ محمد يقول 85 جرام، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ 85 جرام ففيه الزكاة، ونزكيه بقدر قيمته ونأخذ ربع عشر قيمته، وذلك بأن نقسم القيمة على 40، فما خرج فهو الزكاة. مثال: إذا كان الحلي يساوي 40 ألف، زكاته كم؟ 1000 ريال. قال رحمه الله: وأما صدقة الخارج من الأرض من حبوب الثمار فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب الحبوب الثمار 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث دليل على أن نصاب الخارج من الأرض 5 أوسق، الوسق 60 صاع، كم تساوي؟ 300 صاع. فإذا ملك الإنسان من الخارج من الأرض من بر أو شعير أو أرز 300 صاع فما فوق، فإنه يجب عليه الزكاة. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في ضابط ما الذي يجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض. اتفقوا على 4 أنه يجب فيها الزكاة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، واختلفوا فيما عداها. فقيل: لا تجب إلا في الأصناف 4 فقط، وبه قال بعض العلماء. نعم، واستدلوا بحديث أبي موسى ومعاذ أن النبي قال لهما: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف 4: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم، وأيدوه بحديث أخرى مرسلة إلى غير ذلك. وقيل: تجب في كل ما يقتات ويدخر، وهذا مذهب المالكية والشافعية، كالحنطة والشعير والأرز والذرة. نعم، وعليه فالتفاح والفواكه والرمان والكمثرى لا زكاة فيها لأنها لا تدخر. نعم.
وقيل تجب في كل ما يكال ويدخر، واختار الشيخ السعدي والشيخ ابن باز رحمه الله الجميع. وقيل تجب في كل خارج من الأرض، وهذا مذهب أبي حنيفة في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. والراجح أنها تجب في كل ما يقتات ويدخر أو في كل ما يكال ويدخر. فلا زكاة في الخضروات كالتفاح والبرتقال والموز والمشمش، لأنها ليست مدخرة وليست مكيلة. ومثل هذه الأشياء إنما هي ذات منفعة عاجلة والحاجة إليها مؤقتة، وليست من الغذاء الضروري، وإنما هي للتمتع والتفكه، فهي مأكولات الأغنياء دون الفقراء. وقول المصنف الخارج من الأرض فيه أن من شروط وجوب الزكاة الخارج من الأرض أن يكون خارجا من الأرض. فلو أن إنسان اشترى طنا من البر فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا أراده عروض تجارة، لأنها ليست خارجة من الأرض. طيب، مقدار ما يخرج من الخارج من الأرض، يعني هذا الشخص عنده 300 صاع من البر أو الشعير، كم يخرج زكاتها؟ ذكر المصنف رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. فهذا الحديث دليل على وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها فيما ليس فيه مؤونة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة، وهذا متفق عليه. فيما سقت السماء المراد المطر، والعيون التي هي نبيعة التي تنبع من الأرض أو من سفوح الجبال، أو كان عثريا، العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، قال العشر. وفيما سقي بالنضح، النضح سقي الزرع بالماء الذي ينضحه الناضح وهو البعير، نصف العشر. نعم، فإذا إذا سقي بالنضح والتعب في نصف العشر، وإذا سقي بلا مؤونة ففيه العشر. إن وجد ما يسقى بالنضح تارة وبالمطر تارة، فإن كان ذلك على وجه الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر. نعم، وهو قول أكثر أهل العلم. طيب، ثم قال المؤلف في زكاة عروض التجارة: وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حار الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع العشر. زكاة عروض التجارة كيفيتها: تقوم عند تمام الحول، ولا يعتبر ما اشتريت به بل العمرة بقيمته الحالية، كما ذكرنا في أول الدرس. فلو أن إنسان اشترى محلا ب10,000، في نهاية العام صار هذا المحل يسوى 40,000، فإنه يزكي زكاة 40,000، يخرج كم؟ 1,000 ريال. طيب، وتخرج زكاة العروض نقودا، فلا يجوز أن تخرج عروض، لأن هذه العروض ليست مقصودة. المقصود ماذا؟ المقصود القيمة. فلو كان يبيع أقمشة فإنه لا يجوز أن يخرج من الزكاة أقمشة. وذهب بعض العلماء إلى الجواز إذا كان لمصلحة الفقير. ثم ذكر المصنف رحمه الله زكاة الديون، فقال: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطن أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة. الديون أيها الأخوة، يتكلم المؤلف رحمه الله الآن عن زكاة الديون. والديون تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون الدين، ونتكلم عن الديون التي في ذمم الناس لي، أنا أطلب أناس أموال، هل أزكيها مع مالي أم لا؟ نقول تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون الدين مما لا يرجو وجوده، كأن يكون عند مماطل، تعرفون المماطل الذي لا يسدد ويماطل، أو يكون عند معسر لا وفاء له، فهذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه. القسم الثاني إن كان الدين على مليء باذل فعليه الزكاة، لأن الدين الذي عند المليء كالدراهم التي في جيبك، لكن أنت بالخيار، إن شئت أخرجت زكاتها مع مالك، وإن شئت تنتظر حتى تقبضها منه ثم تزكيها عن السنوات الماضية. مثال: أنا أطلب شخص 1,000 ريال مثلا، وسوف يأتي بها وهو ثقة وعند مليء باذل، فهذه 1,000 ريال فيها زكاة، فإما أن أزكيها مع مالي، وإما أن أنتظر حتى أستلمها بعد 4 سنوات فأزكيها للـ4 سنوات. لماذا فيها زكاة؟ لأنها ما دام عند باذل
قادر كأنها في جيبك، مثل ما نقول كأنها في رصيدك في البنك. أما اللي على مماطل أو المعسر فهذه لا زكاة فيها، وإن زكاها إذا قبضها لسنة واحدة فهو أحوط. إذن أيها الإخوة، إذا كان المال عند غني باذل وعلى مليء، قلنا ماذا عليه زكاته؟ وقلنا متى يزكيه؟ قلنا هو بالخيار، إن أراد أن يزكيه مع ماله كل سنة بسنة أو إذا قبضه. والأفضل أن يزكيه مع ماله. لماذا؟ لأنه أسرع في إبراء الذمة، وإن أخره الحين قبضه زكاه لما مضى. طيب، أما من عليه دين، من عليه دين هل يزكي؟ يعني أنا إنسان يطلب لي 10,000 ريال وعندي 5,000 ريال حال عليها الحول، هل أزكيها أم لا؟ فاختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن الزكاة إنما شرعت للمواساة، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغني، بل هو أهل لدفع الزكاة إليه. وهذا قول مالك وجماعة من أهل العلم. القول الثاني أن الزكاة تجب واجبة، وهذا القول هو الصحيح لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في كل مال بلغ النصاب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة إلى أصحاب المزارع ولم يستفصل، مع أن الغالب أن عليهم ديون وعليه، فمن عنده مال مثلا 10,000 وبلغ ومضى عليه عام فيجب أن يزكيه ولو عليه ملايين، ولو عليه ملايين. قال المصنف رحمه الله: ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. الأموال أيها الإخوة تنقسم إلى التقسام: غدي ووسط وثمين سمين. أما الأدون والردي لا يجوز إخراج الزكاة منه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني ولا تقصدوا الخبيث تنفقونه. فلا يجوز لصاحب المال أن يدفع الرديء، كأن تكون مثلا أوراء أو مريضة أو هرمة. ولذلك في حديث أنس قال: لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. طيب، الهرمة الكبيرة وقد سقطت أسنانها، وذات العوار المعيبة. طيب، ولا يلزم الخيار، نعم ما يجب عليه أن يخرج أحسن ماله، لا يجب عليه إخراج الخيار وهو الأجود والأعلى إلا إذا شاء صاحب المال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة، وهي النفيسة الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، وهي التي تتعلق نفس صاحبها، ولأن في ذلك إضرارا بصاحب المال إلا إذا شاء صاحب المال فلا هو الخيار. إذا ماذا يخرج؟ قال: من وسط المال، أن يكون من وسط المال، لا ضرر ولا ضرار. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس، سيذكر المؤلف أو ذكر حديث أبي هريرة ليبين وجوب الزكاة في الركاز. والركاز ما وجد من ذكر الجاهلية، ويعرف أنه من الجاهلية إما باسم ملك من ملوكهم أو ذكر تاريخ يدل على السنة أو نحو ذلك من العلامات. نعم، فالحديث دليل على وجوب الخمس في الركاز للحديث الذي ذكره المصنف، وفيه أن الركاز لواجده لأنه أحق به، ولفعل عمر فإنهما وعلي فإنهما دفع باقي الركاز لواجده. أن الركاز ليس له نصاب، فيزكى قليله وكثيره. متى يخرج؟ من حين العثور عليه، فلا ينتظر دوران الحول عليه، ويكون مصرفه لمصالح المسلمين العامة بيت المال، ولا يخص به الأقسام الثمانية.